وانا اخوي وانا ارحمه وسلمه. الله يرحمه ويسهل عليه. كان رجل مزيان ومعقول و لا اله الا الله، بغى الله سبحانه وتعالى. كان مريض، قبل كان مشى لفرنسا والدواء، ودابا ملي رجع هنايا مده طويله هذه باش رجع هذه. ايوا عاود مرض عاود ثاني، بغى الله سبحانه. انا ديما نتواصل مع الاستاذ، ديما على تواصل مع الاستاذ. ايوا الله يرحمه ويسهل عليه. ايوا كل الخصال كانت فيه، كل الخصال الحميده كانت فيه، كل الخصال الحميده كانت فيه. ايوا لا اله الا الله، بغى الله سبحانه وتعالى. الانسان ملي كيكون عادي قبل ما يموت هذه كيكون كينصحك وكيوجه لك النصيحه وهذه ما شاء الله عليه. الله يرحمه ويسهل عليه، الله يسكنه في جنة النعيم. اللهم وسع قبره ونور قبره بنور ساطع من الجنة. ديك رحمه الله كان صديقي وأخي وعزيز علي، صدقة ونسيب قريب، وصداقة ديال 60 عام، من 60 سنة، وعمر ما كان بيني وبينه ولا آخر، كاحترام متبادل بيني وبينه، ومثلا نقول لك ما دخت، سمعت دخت والله، والله إلا دخت بالله. راجل طيب بكل صراحة، بشوش، ما عندوش حقد في قلبه، قلبه بيض وكل شيء، بيعطف الناس، عادي إنسان عادي. ولكن رحمه الله، أنا كنعرف كيفاش كان مريض قبل، ولكن ما كان مرضو عنده راسه بوحدو، كيحس راسو بوحدو. أنا في غبار عالم على أنه العملية اللي كان عمل ونجحت ليه إن شاء الله، ولكن أمر الله، أمر الله في قريب، كان دائما قريب، دائما قريب هاتفيا أو دائما المراسلة بيني وبينه كانت مزيانة، وفيها المعقول، فيها ضحك، فيها هذا، فيها هذا، مسكين ربي يرحمه. ووليداته تا هما وليداته كنطلب الله سبحانه وتعالى يمشيو في الطريق ديالو، لأنه كان هذا هو اللي كان. هذا اليوم الأليم تنطلقوا هذا النبأ الصاعق على السيد نقيب، والسيد نقيب العرب نقيب 20 رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، لله ما أعطى ولا ما أخذ، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقدناه، فقدوا جميع المغاربة والمحبين للسيد نقيب، فقدنا هرم الأهرامات المحاماة، وفقدنا صديق وأخ وأب في جميع المواصفات. إن لله وإنا إليه راجعون. تنطلب جميع المغاربة أنهم يدعوا معاه إن شاء الله، والله يثبتوا عند السؤال، والله يرحمه، والله يرحمه. وتنطلب جميع الإخوان الله يجزيكم بخير لما رفعوا الدعاء للسيد النقيب، والله يرحمه في هذا النهار ويوسع عليه. ما كانش شي مرض، كان تصاب بحال أي مرض عادي، تصاب واحد المرض فهمتي تدخل عليه المستشفى، الحمد لله الحالة بقات بدات تتحسن، تنتفاجئوا اليوم بأن الله ما أعطى والله ما أخذ، فهمتيني الحمد لله. كان الأسبوع آخر مرافعة، آخر مرافعة كانت عندي أنا في واحد الملف عندي أنا، وجاء مسكين عندي حتى لمراكش،
وقال لي شوف صغير مادام انا ما كاين ما كاينش اللي حقرك وانا كاين، هذه اخر كلمه قالها لي. لغت ليه يومين ويدخل المستشفى الحمد لله. الله يرحمه الله يرحم سيد الله يرحمه الله يرحم السيد النقيب الله يرحمه. وتنشكركم انتم كصحافه اللي واكبتوا السيد النقيب جميع المفات ديالو كنتوا تتواكبوا فيه، وكنتم السند نتاع السيد النقيب الله يرحمه والله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار. وإن لله وإنا إليه راجعون وجزاكم الله خير علينا بارك الله. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.